شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. والحديث حول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نقسمه إلى قسمين. القسم الأول الحديث حول جوانب من عظمة شخصية النبي الأعظم، والقسم الثاني الحديث عن جوانب من عظمة المنهج الذي جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أما الفصل الأول فتكشف لنا عن جوانب من عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وآله، شهادة عظيمة من مصدر عظيم. الشهادات حول النبي الأعظم كثيرة. هنالك شهادة الأنبياء السابقين، ثانيا هنالك شهادة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ثالثا هنالك شهادة الأصحاب الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، رابعا هنالك شهادة الأعداء الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله، خامسا هنالك شهادة علماء الغرب وعلماء الأديان الأخرى الذين وقفوا بإعجاب، بل وقفوا بانبهار أمام عظمة شخصية خاتم الأنبياء. ولكننا في هذا اليوم نقتصر على شهادة واحدة هي أعظم من هذه الشهادات جميعا، أعظم من شهادة الأنبياء
وأعظم من شهادة أهل البيت، وأعظم من شهادة الأولياء، وهذه الشهادة هي أكبر شهادة في هذا الوجود، وهي الشهادة التي يشير إليها القرآن الكريم بقوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ ما هي هذه الشهادة التي هي أكبر شهادة وأعظم شهادة؟ قل الله. شهادة الله هي أعظم شهادة في هذا الوجود كله، وقد شهد الله تعالى لخاتم أنبيائه بالعظمة. أحد العلماء يقول كلاما لطيفا، نوضح هذا الكلام بسطر واحد أو بسطور. الإنسان له قوتان، القوة الأولى هي القوة النظرية، والقوة الثانية هي القوة العملية. هنالك كمال للقوة النظرية، وهناك كمال للقوة العملية. أما كمال القوة النظرية فهو بالعلم، كلما كان العلم أكمل كان الإنسان أكمل في بعد العقل النظري. وكمال القوة العملية بالأخلاق، كلما كان الإنسان أكمل في أخلاقه كان أكمل في قوته العملية وفي عقله العملي. الله تعالى شهد، وشهادته أعظم شهادة، بأن النبي صلى الله عليه وآله هو عظيم في قوته النظرية، وهو عظيم في قوته العملية. الله تعالى يقول بالنسبة إلى القوة النظرية لخاتم الأنبياء، يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن النبي صلى الله عليه وآله عقل العملي في القوة العملية في الكمال النظري بلغ الغاية، لأن فضل الله تعالى عليه في هذا البعد كان فضلا عظيما. وعلمك، هذا في البعد النظري العقل النظري، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وفي البعد الثاني، بعد العقل العملي، الله تعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. العظيم يشهد
لخاتم أنبيائه بأنه عظيم في عقله النظري، وبأنه عظيم في عقله العملي، بأنه عظيم في علمه، وبأنه عظيم في أخلاقه. وكفت هذه الشهادة دليلا على عظمة خاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد. ولكن لا بأس قبل أن ننتقل إلى الفصل الثاني أن نشير إلى هذه النقطة. مع هذه العظمة، هذه مو شهادة، ربما أقول فلان واحد عظيم، شهادة من واحد عادي، ولكن الشهادة من الله العظيم عظيمة جدا. مع هذه العظمة الذاتية، العظمة الواقعية، وأيضا مع عظمة أخرى هي عظمة اجتماعية، النبي صلى الله عليه وآله كان عظيما جدا في أنفس المؤمنين إلى الآن. ذلك الرجل وهو ملك، ملك من الملوك، ملك ثقيف، حاكم ثقيف، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، عروة ابن مسعود الثقفي، هذا كان موفد من قبل قريش، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ورأى هذه العظمة، غير العظمة الواقعية، هذه العظمة الظاهرية التي كانت للنبي الأعظم، تعجب وعاد إلى قومه إلى قريش وقال لهم: إني دخلت على كسرى في ملكه، ودخلت على قيصر في ملكه، ودخلت على النجاشي في ملكه، ولم أرى أحدا أعظم في أصحابه من محمد. هذه العظمة التي رآها هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يتوضأ، هذه القطرات المتساقطة من بدنه المبارك، المسلمون كانوا يبتدرون إليها ويحاولون أن يأخذوا قطرة من هذا الماء الذي لامس ذلك الجسد المطهر. النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يحلق رأسه، هذه مشاهد شاهدها عروة الثقفي حاكم ثقيف، عندما كان يحلق شعره المسلمون كانوا يبتدرون حتى يأخذوا شعره من هذه الشعرات المباركة. هل أصحاب كسرى يفعلون ذلك؟ هل أصحاب قيصر يفعلون ذلك؟ القادة العسكريون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأعوام، بعض القادة كانوا يأخذون شعرات أو شعر واحدة من شعر رسول الله
ويضعونها في خوذتهم، هاي الخوذة الحربية، حتى ببركة هذه الشعرة الله يكتب لهم النصر. مع هذه العظمة الواقعية التي شهد بها الله، ومع هذه العظمة الظاهرية، حتى أكو في بعض الروايات، ما علي الآن من التحليل الفقهي لهذه القضية، هذا بحث آخر، ذلك الحجام الذي حجم رسول الله أخذ شيئا من دم رسول الله وشربه، يعني هكذا كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. مع هذه العظمة الواقعية ومع هذه العظمة الظاهرية، ملك مصر النبي صلى الله عليه وآله كتب له كتابا يدعوه إلى الإسلام. حقيقة ضروري واحد يطالع هذه الكتب، قرأ هذا الكتاب. أراد أن يسلم ملك مصر، ولكن علماء السوء الذين كانوا حوله منعوه من ذلك، فكتب للنبي صلى الله عليه وآله: وصلني كتابك وأنا أعلم أنك النبي الذي بشر به المسيح، ووددت أني بين يديك أغسل رجليك. هذا ملك مصر يكتب إلى رسول الله. مع هذه العظمة، وهذا أيضا جانب من جوانب عظمته، كان صلى الله عليه وآله في نهاية التواضع حتى لأقل واحد. احنا لا نجد في التاريخ حاكما، نبيا، رسولا كان له هذا القدر من التواضع. نعم، في حياة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم نجد هكذا نماذج، هم بضعة من، في حياة علماء الدين في كثير منهم نجد أنه يحاولون أن ينهلوا شيء من هذا المنهل، ولكن هذا النبي كيف تجدونه في المجتمع؟ كيف تجدونه في بيته؟ ماكو مجال للتفصيل، ولكن أذكر بعض ما ذكره المؤرخون. كان صلى الله عليه وآله يخصف نعله، مو الملوك، حتى إحنا مو حاضرين نسوي هذا العمل، ولكن النبي صلى الله عليه وآله تواضعا لله ما كان يتأبى عن ذلك. أولا يخصف نعله، ثانيا يرقع ثوبه، ثالثا يفتح الباب. إذا واحد طرق الباب، أكو ملك، أكو وزير يفعل هذا العمل، هو يروح يفتح الباب. رابعا يحلب الشاة، خامسا يعقل البعير، سادسا يطحن مع الخادم إذا أعيا. خادم شنو قيمته؟ الآن الخدم شنو قيمتهم؟ في ذاك الوقت شنو كان قيمتهم؟ اللي هو عبد مملوك، إذا شاف الخادم تعب يجي يقعد وياه يطحن معه.
سابعا يعود المرضى في أقصى المدينة. ثامنا لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، يعني كان يأكل كما يأكلون ويلبس كما يلبس عبيده بنفس الدرجة مو أعلى منه. تاسعا لا يأتيه أحد حر أو عبد في حاجة إلا قام معه في حاجته. عاشرا يبدأ من لقيه بالسلام، حتى إذا طفل النبي صلى الله عليه وآله شافه يبدأه بالسلام. عاشرا أو حادي عشر يجلس حيث ينتهي به المجلس، يقطع اللحم في البيت، كان يعين أهله في عملهم. وحتى إذا جارية، لا أريد أن أنقل القضية، جارية عبد راها النبي صلى الله عليه وآله متحيرة في قارعة الطريق، فمشى معها إلى بيتها وتوسط حتى يعفو أهل البيت عن هذه الجارية التي أبطأت عليهم. هذه جوانب من الفصل الأول، عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. أما الفصل الثاني فهو جوانب من عظمة المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. لا في ذلك اليوم، بل حتى في هذا اليوم أذكر رؤوس نقاط من المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا الحرية. الله تعالى يقول في وصف خاتم أنبيائه: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الحرية التي جاء بها رسول الله لا نجدها حتى في عالم اليوم. الآن الناس، إحنا أحرار أن نسافر أين نريد؟ لا، أحرار في أن نقيم أين نريد؟ لا، أحرار أن نبني كما نريد؟ لا، أحرار أن نعمر أي أرض نريد؟ لا. حتى في أكبر حضارات اليوم هذه الحرية التي جاء بها رسول الله لا نجدها في طول التاريخ في أي حضارة أخرى. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذه الأراضي كلها لكم، أحيوها كما تحبون. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هل نجد مثل هذا القانون في أي حضارة في هذا اليوم؟ لا. أولا الحرية.
ثانيا الشورى. الآن أغلب بلاد العالم تعاني من الاستبداد. في ذلك اليوم العالم كله كان غارق في الاستبداد. ولكن النبي صلى الله عليه وآله يأتي ليقول: وأمرهم شورى بينهم. يعني في كل شيء إلا ما خرج هنالك الشورى، وحتى في قضية صغيرة متواضعة، واحد عند طفل بالبيت يفكر أن يفطم هذا الطفل، القرآن الكريم يقول: تشاوروا فإن أرادا فصالا، يعني يفطمون الطفل، عن تراض منهما وتشاور. حتى في هذه القضية الجزئية، الحرية أولا، الشورى ثانيا، المساواة ثالثا. حتى في عالم اليوم لا تجدون المساواة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله سوى بين الجميع، بين الأحمر والأبيض والأسود. ذات يوم كان النبي جالسا صلى الله عليه وآله، فدخل سلمان. سلمان واحد أعجمي من إيران. الصحابة فسحوا له صدر المجلس، فإجا وتصدر. في هذه الأثناء دخل الثاني. الثاني كان عنده عرق قومي، حتى عندما حكم هذه الرؤية اللي كانت عنده وهذا التوجه اللي كان عنده، فقال: ما لهذا الأعجمي غضب؟ ما لهذا الأعجمي قد تصدر مجلس العرب؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وصعد المنبر وقال: إن الناس من لدن آدم إلى يومنا هذا كأسنان المشط، ألا إنه لا فضل للعربي على العجمي ولا للأبيض على الأحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحرية، الشورى، المساواة. رابعا، احترام الأقليات، أقليات المذهبية. الآن الغرب يفتخر بهذا الشيء، أننا نحترم الأقليات. هذا المنهج الذي جاء به رسول الله. إحنا عندنا قانون في الفقه، في القواعد الفقهية، من مفاخر الإسلام، حقيقة مفخرة، قانون الإلزام. يعني الأقليات المذهبية حرة، الأقليات الدينية حرة في الإطار الفقهي المذكور، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. حتى في الشرائع راجعوا، يقول: إذا مسلم أتلف خمر ذمي يضمن، لأن هذا الذمي محترم في ظل النظام الإسلامي. راجع الشرائع، النبي يقول: من آذى ذميا فقد آذاني. النبي يقول:
من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة. خامسا، احترام المرأة في ذلك اليوم الذي كانت المرأة تورث كالمتاع. يعني إذا واحد مات شلون يورث السجاد اللي في بيته؟ المرأة هكذا كانت تورث. النبي صلى الله عليه وآله يأتي ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. النبي يقول: ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة. سادسا ونختم، العلم. انتوا راجعوا التاريخ في مكة في ذلك اليوم. مكة مو مدينة عادية، مكة عاصمة دينية سياسية اقتصادية اجتماعية. في ذاك اليوم في كل مكة المؤرخون أحصوا كم كاتب، واحد يعرف الكتابة، في مكة كلها كان يوجد فقط حوالي 20 كاتب، مجموعة من الأميين والجهلة. في مثل هذا الجو يأتي نبي أمي. راجع الأحاديث، شنو معنى الأمي؟ يعني ما كان يقرأ وما كان يكتب، مو أنه ما كان يعرف، لا، كان يعرف ولكن ما كان يقرأ وما كان يكتب. قرأت في مكان أن الأشياء المربوطة بالعلم والقلم والكتاب والحروف، هاي أدوات المعرفة، هاي الحضارة البشرية تبدأ بالتاريخ. عندنا ما قبل التاريخ ومرحلة بدء التاريخ. ما هو الفاصل بين هاتين المرحلتين، ما قبل التاريخ ومرحلة بدء التاريخ البشري؟ علماء الحضارات يقولون من اختراع القلم، عندما الإنسان اخترع القلم بدأ التاريخ البشري، وإلا قبل هذا ما يعتبر تاريخ. الآن تفصيل هذا من الناحية الدينية هذا بحث آخر، ولكن هذه الحضارة وليدت القلم. سورة في القرآن الكريم سورة القلم، الله تعالى يقسم بالقلم: نون والقلم وما يسطرون، الكتابة التي تسطرها. أول كلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله تتعلق بالعلم: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. هذه أول كلمة بعد البسملة. المفردات في منهج رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرة وتحتاج إلى مجلدات. وإذا العالم كان يعرف منهج رسول الله، في يوم من الأيام سوف يعرف. إذا كان يعرف لدخلوا في دين الله أفواجا. نختم الكلام بهذه القضية. يقول أحد العلماء، العلماء الزمنيين، كان في إحدى بلاد الغرب، يقول في يوم من الأيام المطر كان ينزل بغزارة، رأيت واحد من كبار علماء الغرب
أستاذ في جامعة من الجامعات المشهورة، أستاذ في علم الفلك، وهو يمشي تحت المطر الغزير إلى معبد، يقول: استوقفني هذا المنظر، أين العالم وأين المعبد؟ أين الجامع وأين الجامعة؟ يقول: فجئت واستوقفت العالم، قلت له: عالم مشهور مثلك أستاذ في الجامعة الفلانية، لماذا يذهب إلى المعبد؟ ليش؟ في ذاك الوقت هم كانت أكو موجة ارتداد عن الدين، الآن الحمد لله أكو موجة إقبال على الدين في زمن القضية. أنت ليش تروح للمعبد؟ قال: في الواقع الليلة تعال إلى بيتنا حتى أجيبك. يقول: رحت بالليل أو العصر إلى بيته، يقول: فأخذ هذا العالم، قال: الآن أجيبك على سؤالك، وأخذ يلقي علي محاضرة علمية مطولة في عظمة هذا الكون وعظمة خالق هذا الكون، الأجرام التي تسبح في هذا الفضاء، دقة هذا الكون، هاي الدقة اللي العلماء 10,000 عام أكثر أقل دا يبحثون حتى ما مكتشفين أسرار هذا البدن. يقول: أخذ يتكلم حول عظمة هذا الكون ودموعه تنهمر على خديه ويده ترتعش من عظمة الله، من خشية الله. يقول بعد ما أكمل كلامه: قلت له إن هذه المحاضرة التي ألقيتها ذكرتني بآية من كتابنا، لأن ذاك العالم كان عالم مسيحي، هل تسمح لي أن أقرأ هذه الآية؟ قال: نعم. قلت: في قرآننا توجد هذه الآية، الله تعالى يقول: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء مو يعني علماء الفقه، العلماء في أي حقل من الحقول. يقول: فانبهر هذا العالم وقال لي: ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل حقيقة توجد هذه الآية في القرآن؟ إذا كانت هذه الآية في القرآن، فمن أين عرف محمد هذا السر؟ هذا السر الذي توصلت إليه بعد 50 عاما قضيتها في العلم. العلماء يفهمون شنو معنى هذه الكلمة، بعد 50 عام يفهمون شنو معنى
إنما يخشى الله من عباده العلماء، في المختبر يكتشفون عظمة الله وقدرة الله وآيات الله، لا يمكن أن يكون قد اكتشف هذا السر من قبل نفسه، وإنما أخبره به الله. إذا كانت هذه الآية موجودة في القرآن، فاكتب مني شهادة بأن محمد رسول الله. إذا حبيت تفاصيل هذه القضية مع بيان الأسماء والتواريخ، موجودة في كتاب الصياغة الجديدة للوالد حفظه الله. هذه بعض الجوانب من المنهج، من عظمة المنهج الذي جاء به خاتم الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق ودوام التوفيق وحسن العاقبة، وأن يعجل لولينا الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير.